نظم المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة الخارجية جلسة حوارية مع سفراء بعض الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى البحرين، قدم من خلالها عرضا لأهم التطورات والتحولات الاستراتيجية التي شهدها المجلس ما بين عام 2013 والعام 2016. الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للقضاء خليفة الوردي كان قد تكفل بتقديم شرح تفصيلي استعرض فيه الخدمات التي يقدمها المجلس ومستوى قدراته القانونية وأبرز اللجان والمكاتب التي تم استحداثها مؤخرا كلجنة المنازعات الإيجارية ولجنة التظلمات ومكتب خدمات المتقاضين، إلى جانب تبني استراتيجيتي التدريب القضائي المستمر وتدريب قضاة المستقبل وتنفيذ حملة دراسة مستوى الخدمات التي تكفلها المنظومة القضائية، فضلا عن اعتماد المعايير الدولية لتقييم الأداء القضائي، إضافة إلى السياسة الممنهجة التي يتبعها المجلس في وضع الخطط الكفيلة بالتصدي للتحديات التي تواجهها محاكم التنفيذ المدني لزيادة كفاءة تنفيذ الأحكام وانعقاد المحاكم الجنائية الصغرى ومحاكم الإجراءات الشرعية. المجلس على القضاء من أول ما بدينا التطوير والتحليل والإصلاح كان دائما منفتح على الخبراء الدوليين العرب والأجانب بشكل عام، واليوم إحنا وصلنا مشوار مدينة مشوار طويل ولسه المشوار قدامنا، فإذا في أي خبرات شراكات تجارب موجودة في الدول العالم العربية والأجنبية إحنا دائما منفتحين نبدأ وننتهي الآخرون. المجهودات التي قام بها المجلس حقيقة هي مجهودات جديرة بالتقدير والتنويه، لأن في فترة وجيزة لاحظنا بأنه القضاء في مملكة البحرين عرف التطور ملموس وحقيقي لكفالة حقوق المواطنين في التقاضي. مقصود به هون حيات القضاء والنزاهة والشفافية، وكيف إمكانية أنه المتقاضي أو اللي عنده نزاع قضائي كيف عنده إمكانية أنه حتى من بيتي يتواصل مع المحاكم وبيشوف مآل قضيته والإجراءات المطلوبة منه أو الإجراءات المطلوبة منه. I just wanted to say a word and say how happy we are with this. سعدنا اليوم في الاطلاع على تجربة مملكة البحرين في مجال العمل القضائي من خلال شرح تفصيلي قدمه المجلس الأعلى للقضاء، وإذ نطمح أن نستفيد من هذه التجربة من خلال طبيعة العلاقة الطيبة التي تجمعنا بالمملكة.